تقول في سؤال آخر: هل يجوز قراءة القرآن الكريم والمطر يسقط؟ وش المعنى؟ يبدو أنها تظن ذلك شيئا من التقرب، يعني ليس مجرد السؤال بلفظه، يعني تريد هل لو قصد الإنسان أن يقرأ والمطر يسقط يكون له مزية عبادة وفضل؟ يجوز قراءة القرآن في حالة نزول المطر وفي غير ذلك، لكن ما له أفضلية من الأحوال، ووقت نزول المطر ما له أفضلية، ليس له أفضلية، هو وغيره سواء. نعم. المشروع الدعاء هنالك فقط. نعم. حيث يحضر قرأ القرآن فلا بأس، وإن سكت فلا بأس، وإن دعا بما ورد: اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا أحسن. نعم.